التوعية هي الأساس، خصوصا من كنتكلموا على الأفاعي والعقارب. الحمد لله بلادنا عندها واحد الموقع استراتيجي اللي كيزخر بواحد التنوع طبيعي مهم، لكن هذا التنوع الطبيعي كيجلب عدة مشاكل من الآفات مثل البعوض ومثل الحشرات الناقلة للأمراض، وأيضا يعني الأفاعي والزواحف والعقارب في هذه الحالة. الحمد لله الصحراء ديالنا شاسعة ودرجة الحرارة في المغرب ملائمة لتكاثر هذا النوع من الكائنات، ولكن المخاطر حتى هي كتلم بالمواطن المغربي، والهدف ديالنا أننا نحميوه قبل أي شيء، والهدف ديالنا والهدف ديال السلطات العمومية وكذلك العمل الدؤوب ديال معهد باستور لمكافحة هاد المشاكل. لوبجيكتيف من هاد لا كونفونسيون هي توعية المواطنين وكذلك توعية لي بروفيسيونيل دو ديغاتيزاسيون دي انسكتيزاسيون دي ريبتيليزاسيون على الضرر اللي تيقدروا يديروها هاد الآفات. كيف ما تعرفوا تنسجلوا سنويا 30,000 لدغة ديال العقارب، دونك هادشي علاش خصنا ضروري نوقفوا ايد في ايد باش نحميو المواطنين وباش بور سنسيبيليزي لي جون كيفاش نقدروا نديروا الاسعافات الاوليه، حيت بزاف ديال الناس تيديروا بعض التصرفات اللي خاطئه اللي تقدر تضر بالمواطنين قبل ما يمشي للمستوصف ولا المركز الصحي باش يقوموا بتدابير لازمه.